الفيزيكال سيجنيفيكانس يعني التفسير الحسي، التفسير الحسي للاشياء. احنا لما كنا نحكي عن اس، ايش كان التفسير الحسي لاس؟ ايش كانت اس بتعمل لما بضرب شيء في اس؟ كان ايش بعمل فيه؟ ديفرنشيشن. اذا انا لما كنت بضرب في اس، مالتيبليكيشن باي اس كانت ديفرنشيشن. الديفيجن باي اس كان انتجريشن. لو جينا طلعنا على الزد الان، الزد الواحد على زد هي ديلي باي 1 كابيتال تي، يعني كاني بعمل ديلي لسيجنال باي ديلي ان تايم باي 1 تي، والزد ادفانس in time by capital T. يعني delay by 1 t، يعني لو انا اجيت حطيت بلوك زي هيك محطوط عليه 1 زد وفي عندي سيجنال هون جاي x او y او x، السيجنال اللي جاي من هون كانها ما بتمر من هون لهون الا بعد ايمتى؟ بعد كابيتال T. كاني عمالي باخرها بعد كابيتال T، يعني كانه اذا في عندي سيجنال ما بشوفها ما بخليها تمر من هون الا بعد كابيتال تي، باخرها تماما بعد كابيتال تي. الادفانس، الادفانس في مشكله لانه ممكن نفكر انه كيف انا بدي اعرف السيجنال قبل بها، بس كفكره عامه انه انا بقدمها بالزمن باي كابيتال تي، باخر باي كابيتال تي واحد على زد، بقدم باي كابيتال تي زد، ضرب في زد. حتى الديفرنشيشن والانتجريشن ممكن افكر فيه كانه نوع من الادفانس والريتارد. لو انا اخذت الساين وعملت ديفرنشيشن للساين شو بتعطيني؟ ايش العلاقة الفيز انجل بين الكوساين والساين؟ شيفت باي 90 ديجريز، والكوساين ليدنج الساين باي 90 ديجريز. لو عملت انتجريشن، ايش عمالي بعمل بالساين؟ شو بتعطيني انتجريشن للساين؟ ماينس كوساين. الكوساين ادفانس باي 90 ديجريز، بس برد برجعها 180 ديجريز من الماينس. شو كاني عملت؟ كاني اخذت، فكانه في نوع من التشابه، كاني هون بعمل ادفانس باي 90 ديجريز، ديلي باي 90 ديجريز، ادفانس باي تي، ديلي باي كابيتال تي. في نوع من التشابه.